هذا هنا بستان المستظل الذي حصل فيه صلح بين الأوس والخزرج، وسيدنا أبو بكر ظل الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الماء ماء بئر عذق، ماء بئر عذق من زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الآن ما شاء الله. هذا البناء القديم ما زال موجود. هذا يعاد ترميمه. هذا بئر عزق ما شاء الله. هذا اللي يشرب ماء، هذا ماء للشرب، ماء بئر عزق. بسم الله ما شاء الله. هذا بستان المستظل وبئر عزق. هذا الحاج عامر عكاري.